أنا شربت حب آل البيت مع لبن أمي الذي شربته، لأن الأب والأم من أحباب آل البيت إلى أبعد ما يتصور أي إنسان. فربانا الوالد على حب آل البيت، ما فيش في الوجود إلا النبي وآل بيته، هذا هو ما ربانا عليه الوالد. فعند سيدنا الشيخ عبد الحليم الذي يجود لي القراءات السبعة دارت مناقشة وأنا طفل بيني وبين سيدنا كان ضريرا أو كان بصيرا كما سمى النبي الأعمى بصير، كان ضريرا وكان متفقه وفاهم وكان شاعر. أقول لكم على اللي سمعته من سيدنا. في يوم كنت جالس قدامه وبعدين قال لي يا ولدي مولانا الحسن، شوفوا دي الرواية دي بقالها تقريبا 45 سنة أنا سمعها من سيدنا، قال لي يا ولدي مولانا الحسن ذهب يزور معاوية وهو مريض. قال لي فمعاوية لعنة الله عليه طلع يتبختر قدام الإمام الحسن ويقول له إيه؟ وتجلدي للشامتين أريهم أني إلى نكبات الدهر لا أتضعضع. فرد عليه مولانا أبو محمد صلوات الله عليه قال له وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفعه. سيدنا ما كانش بالنسبة لآل البيت موضوع الزيارة والتوسل. فأنا في يوم بقول له يا سيدنا أنت بتنكر التوسل، طيب أمال الروح فين من القرآن؟ احنا عندنا آيتين في القرآن، آية في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وآية في سورة الإسراء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فرد علي قال لي الوسيلة هي العمل الصالح، مش السيدة زينب يا حسن بهذا اللفظ. أعمل إيه أنا بقى؟ في مسجد قريب من المكتب بتاع سيدنا كنت أروح أصلي ركعتين وأدعو لسيدنا وأنا ساجد، أقول يا رب اشرح صدره لحب آل البيت، عشان صعبان علي أن سيدنا يضيع فطيس كده بالحالة اللي هو فيها دي. كنت كلما صليت أدعو له وأنا ساجد وقد استجاب الله مني. فوأنا في الجيش قدمت إلى البلدة فذهبت لزيارة سيدنا فقبلت يده فشد على يدي وقال يا حسن تبين أنني كنت على باطل في عقيدتي لآل البيت، وتبين أنهم هم الوسيلة. لو تعرفوا قد إيه كان فرحي يومها وسيدنا يبشرني أن الله شرح صدره لحب آل البيت. وكان كلما جلس في مجلس لا يمكن مجلس يعدي إلا لما يذكر آل البيت ويتوسل بهم صلوات الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة العلامة الشيخ الجليل، ما نظركم في هذا الحديث من شك في كفرهم فهو كافر؟ نعم هذا حديث صحيح صادق عن الصادق، حديث صادق عن الصادق. قال ثلاثة ليس لهم في الإسلام نصيب، محرومين من الإسلام خالص. رجل ادعى إمامة ليست من الله، طلع فيها كده وقال أنا إمام، زي ما حصل. احنا عندنا الوقت مشايخ الطرق الصوفية كل ما واحد الدراويش تلتم حواليه ويقبلون يده ويقبلون قدمه ونعله، بعد شوية يطلع فيقول أنا المهدي. فدكتور الأمراض العقلية والنفسية عندنا قال لي عندي 114 مهدي في المستشفى بتعالجهم، له هنعمل ايه؟ مدام المغفلين علماء السنة لغاية الان بيقول لك الامام المهدي لم يولد. يا ربنا سايب الكون كده، لكن هي مش غريب مش جديدة. ومش قالوا ان النبي ساب الامة همج رعاع من غير خليفة؟ هم راحوا يتفقوا في زريبة بني ساعدة. طب ما هنعمل ايه؟ اهو برضو نفس القصة بيكرروه ان الامام المهدي لم يولد، يعني الاكوان عايشة من غير امام. انا لله وانا اليه راجعون.
رجل ادعى امامة ليست من الله ورجل انكر امامة من الله. يعني لو يجي واحد الان وقال مولانا الكاظم ما هوش امام والعياذ بالله يكفر على طول. اللي ينكر امام من الائمة فقد انكر الائمة كلها وانكر الانبياء كلهم اولهم نبينا محمد. كأنه انكر صلوات الله وسلامه عليه. كأنه انكر كل الانبياء والمرسلين. الثالث الذي ليس له في الاسلام نصيب هو صاحب السؤال اخونا اللي يشك في كفر الظالمين لآل محمد صلوات الله عليه. نعم اللهم صل على نبينا محمد وآله. جاء في الروايات أن هناك حركات قبل ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف الخراساني واليماني. هل هذه الحركات ثابتة غير متغيرة أم المهدون المهدون الممهدون من دول اخرى؟ هو جاي في الروايات فعلا ان فيه الخرساني واليماني والصيحة والسفياني. دي من الحاجات الثابتة التي لا يعتريها البداء ولا تغيير فيها. بس المهم كله كذب الوقاتون. احنا علينا ان ننتظر الفرج ونسأل الله تعجيل الفرج. لكن ان وقت نقول يوم كذا او سنة كذا ما اقولكم على مسألة. عندنا طريق على نهر النيل في بلد اسمها ابو النمرس. وبعدين انا في يوم رايح ازور احد الاحباب من هذا الطريق فلقيت اهل البلد طالعين كلهم وطالعين العفش بتاعهم مش عارف نمشي بالعربية. فنزلت اشوف ايه خير يا اخوان. قالوا اصل المنجمين قالوا النهاردة القيامة حتقوم. خير قالوا يوم اربعة شهر اربعة سنة 84 القيامة حتقوم. قلت طيب بدم القيامة حتقوم انتوا واخدين اللحفة والمراتب والسراير معاكم لايه؟ ما هي القيامة حتقوم. وسدين الطريق ليه؟ مش تسيبه عشان الناس اللي عاوز يمشي ينهض القيامة ينهضها؟ ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ تنجنيتوا 84 ايه الكلام الفاضي اللي انتوا بتقولوا؟ من ضمن التخاريف اللي الناس والناس دخل في دماغها والنسوان عمالة تصوت والعيال تعيط. طيب عشان اربعة شهر اربعة سنة 84 لقيا ما حتقوم. فاحنا ما عندناش توقيت. اي واحد يوقت نقول له انت كذاب. ما عندناش الكلام ده. بيقول سماحة الاستاذ ان الامام الشافعي ينقل عنه ابيات شعرية تصرح عن حبه لآل البيت فهل انه مات على مذهب آل البيت؟ نسأل الله. انا في ناس بابكي عليهم لغاية الوقت قارئ زي الشيخ محمد رفعت عندنا في مصر رحمة الله عليه. بس اطمأنيت واستبشرت لما بلغتني هذه البشارة. منشد جه عندكم هنا كثير اسمه السيد النقشبندي احبه كثيرا ويمدح آل البيت ويحبهم جدا. وادي الشافعي. الشافعي نعم الشافعي قال في آل البيت ما قال قال ومنقول عنه ان كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان اني رافضه. هتتهمونا بالرفض؟ انا اول واحد رافض. ان كان حب آل البيت رفض انا اول رافض. يشهد الانس والجن. وقال قال آل النبي ذريعتي وهم اليه وسيلتي ارجو بهم اعطى غدا بيد اليمين صحيفتي. لكن المؤسف ان الشافعي كان له مذهب في بغداد ولما جه مصر عمل مذهب تاني. ما انت الان كنت في عصر مولانا الامام الرضا وجاء من بعد الامام الرضا الامام الجواد. طب فين انت؟ طب ما هي ائمة آل البيت قدامك اهي. لكن انا بلغني بشارة طمأنتني كثيرا ارجو ان اطمئنكم ايضا بها. احنا ما نقدرش نقول ان اهل السنة كلهم ناصبية. لا
في أهل السنة ناس محبين لآل البيت على أعلى درجات الحب، يمدحونهم ويطعمون الطعام على شرفهم، خدمات بتعمل عند آل البيت ويأكلوا فيها الشارد والوارد كله. لكن بس تلاقي من ناحية تانية الأعلام بتاعتهم يرفعوها كده مكتوب في الوسط محمد أبو بكر عمر وعثمان وعلي في الآخر، مش عارفين، ما هم مش عارفين، معذورين لعدم معرفتهم. فهؤلاء المحبون من العامة عند الموت يحضر النبي والإمام، عند خروج روح هذا العام الذي كان محبا ولا يعرف الحقيقة، يحضره عند الموت الإمام ويسأله من إمامك؟ اللي ربنا رايد له السعادة يقول له أنت يا إمام، أنت إمامي، فيموت على ولاية الإمام. ففي اختبار عند خروج الروح، اختبار لهؤلاء العامة الذين لا يعرفون حقيقة الأمر. بالمناسبة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه لما دفن السيدة الطاهرة الجليلة سيدتنا فاطمة أم الإمام، لما دفنها في قبرها بعدما فرش لها قميصه الشريف لحدها، وهو خارج التفت إليها بسرعة وقال ابنك خرج. كان يومها حزين، بكى عليها بكاء شديد، فبيسألوه يا رسول الله وانت خارج من القبر التفت وقلت ابنك؟ قال الملائكة تسألها من ربك؟ قالت الله ربي. من نبيك؟ قالت محمد نبي. من إمامك؟ فارتج عليه، فأنا بقولها ابنك قولي لهم ابني. الله أكبر، ابنها إمامها. نعم، صلى الله على مولانا أمير المؤمنين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو بيان موقف الشيخ المرحوم الشيخ عبد الحميد كشك من أهل البيت. الشيخ عبد الحميد كشك كان محب لآل البيت، نفس الموضوع زي نظام الشافعي والشيخ رفعت والشيخ النقشبندي، نفس القصة. كان محبا لكنه لم يكن شيعيا، لم يكن من شيعة أمير المؤمنين. أرجو الله أن يكون تعرض للامتحان عند خروج الروح ونجح وخرج من الدنيا على السلامة وعلى ولاية الإمام صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله، ما هو مدى إقرار علماء الأزهر في كتاب المراجعات؟ لا، ما المراجعات ده عامل شغل كبير في مصر. مراجعات أصله بين عالمين جليلين، مولانا عبد الحسين شرف الدين ومولانا سليم البشر. مولانا سليم البشر تشيع بس ما أعلنش، ولقن محمود شلتوت شيخ الأزهر التشيع، وشلتوت تشيع ولم يعلن بس أصدر فتوى ستوزن له في ميزان الحسنات يوم القيامة. قال إن المذهب الجعفري مذهب صحيح يصح التعبد به. ما هو كان قبل الفتوى دي ممنوع انك تتعبد بالمذهب الجعفري، لو تعبدت صليت على المذهب الجعفري صلاتك باطلة، ده كان رأي علماء الأزهر. بعد فتوى الشيخ شلتوت خلاص اللي عاوز يتعبد بالمذهب الجعفري بفتوى من شيخ الأزهر. فالشيخ شلتوت والشيخ سليم البشر والشيخ محمد عبده وسعد باشا زغلول وأحمد عرابي، كل هؤلاء كانوا شيعة ولم يعلنوا عن تشيعهم، لكن كانوا شيعة، واكتشف بعد وفاتهم خطاباتهم ووصاياهم بأنهم كانوا على مذهب جعفر بن محمد الصادق صلى الله عليه وآله. اللهم صل على نبينا محمد وآله. بيقول سين اتنين، ما هو نسب الشيعة في مصر الكريمة في المدينة والأرياف وبالصورة الدقيقة مع الإمكان؟
نسب الشيعة نسبتهم بقى نسبة العدد يعني لا فيه فيه الوقت مش بقول لك مولانا أمير المؤمنين له معجزات في كل عصر. نور الإمام عمال يسري يسري بعد دخول المعتقل. طبعا قامت القيامة في مصر أن الجرائد قعدت تكتب حوالي شهرين كاملين عن حسن شحاتة وما جرى له اللي حصل. ففي علماء دافعوا منهم قلت لكم الدكتور فريد واصل اللي كان مفتي الجمهورية وناس من الصحفيين. في واحدة اسمها إقبال بركة كتبت قالت حسن شحاتة مظلوم وفعلا أبو هريرة كذاب. هي قالت الكلام فالصحافة نشرت لها الكلام تجاه أبو هريرة كذاب وكذب على رسول الله في الأحاديث. فالدكتور فريد واصل قال الله ما هو ده الكلام اللي انتوا حبستوا حسن عشانه. ما هي دي اهي يتاخدوها تحبسوها يطلعوا حسن من المعتقل. طيب لما جه محمد علي كلاي البطل بتاع الملاكمة دي ما هو شيعي فجه زيارة لمصر وانا في المعتقل. فكتب احد الصحفيين قال يا ترى محمد علي كلاي هتاخدوه من المطار على المعتقل مع حسن شحاتة ولا هتودوه على الفندق؟ ما هو شيعي هتعملوا فيه ايه؟ هاصت الدنيا. فبدأت الناس تقرأ وزي ما قلت لك كتاب المراجعات من الكتب اللي بتطبع في مصر وتوزع عيانا ما حدش بيمنعها. كل كتب الشيعة ممنوعة ما عدا المراجعات ونهج البلاغ. سؤال من الأخ سيد موسى يقول ما هو وضع قبر مالك الأشتر رحمة الله عليه؟ مولانا مالك رضي الله عنه ده أنا شفت مسلسل أمير المؤمنين هنا من ضمن الأشياء اللي عجبت بيها وبسطت جدا. الولد الممثل اللي مثل دور مولانا مالك زي ما يكون خلعت عليه هيبة من هيبة مولانا مالك 100%. لا والطبال عمرو بن العاص الواد اللي مثل دول عمرو فعلا طبال 100%. يعني الانتقاء الحقيقة أنا مبسوط منهم بسطة. بلغوهم شكري الاثنين دول بلغوهم شكري. حقيقة مولانا مالك في منطقة عندنا في مصر اسمها الألج الألج بالجيم الألج المكان اللي استشهد فيه مولانا وهو لا يعرف باسم مالك الأشتر يعرف في عند المنطقة هناك سيدي العجمي سيدي العجمي. والحمد لله الإخوة الشيعة كان القبر قبر عادي كده الوقت انبنى عليه قبة عظيمة جدا وأنا قبل أن أتي إليكم تشرفت بزيارته والحمد لله رب العالمين حاجة عظيمة خالص. الله يكتب لكم إن شاء الله الزيارة وأستقبلكم هناك إن شاء الله. مولانا مالك الذي قال فيه أمير المؤمنين يا مالك كنت لي كما كنت لرسول الله اللهم صل عليه وآله. نعم يا حبيبي تفضل. أحسنتم مولاي العزيز. أحسن الله. سؤال من الأخ قيس بن مصهر السلام عليكم آمل أن تبلغوا شيخنا هذا السؤال وهو السلام عليكم شيخنا شيخنا ما قولك في من يقول أن الصحابة كلهم ارتدوا إلا أربعة سلمان والمقداد وأبو ذر وعمار ونسألكم الدعاء. أسأل الله بجاه النبي الكريم وآل بيته الكرام أن يمن علينا أخي السائل في هذا الشهر أنت والسامعين وكل شيعة أمير المؤمنين يمن علينا بالرضا والرحمة والمغفرة اللهم ربنا آمين يا رب العالمين. مش الشيعة اللي بيقولوا كده حبيب ده القرآن اللي بيقول كده كل حاجة هتلصقوها بالشيعة القرآن اللي بيقول كده القرآن بالنص يا أخي يا قيس القرآن بالنص هو الذي قال ذلك وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا
وسيجزي الله الشاكرين. حبيبي من عاوزك تجلس مع نفسك يا أخي قيس وكل الأحباب، اقعد مع نفسك كده وحط الصورة قدامك يا أحباب. تفكر ساعة، تفكر ساعة خير من عبادة سنة، صيام نهارها قيام ليله. اقعد لوحدك كده شوي قول الله الناس دي كان ايه. امير المؤمنين يحمل السيدة الزهراء والحسنين ويطوف على البيوت وكلهم يردون الامام والزهراء مكسورين. شوف اللي حصل، ما انت حط الصورة قدامك وحط الآية بجوارك، كل ما تشمئزن الصورة اللي انت شايفها انظر للآية، الآية اللي بتقول ما الشيعة وما الموضوع ده، تلصقوا بالشيعة كل التهم. الشيعة ما بتقول الا كما قال الله ورسوله. انت الاول قل القرآن، القرآن قال كده ليه؟ ذكروني بواحد بقول لي انت كل ما تقول الامام علي تقول صلوات الله عليه، هو الامام علي نبي؟ تقول لا يا حبيبي مش نبي، امام، بس ربنا امرنا ان احنا نصلي عليه. قال لا ده ما بقولش كده الا الشيعة، حتى الشيعة ما بقولوش زيك، ما بقولوش صلى الله عليه، بقولوا عليه السلام. قلت الشيعة بقولوا كده؟ قلت له يبقى البخاري شيعي، هو البخاري لازم يقول عليه السلام كل ما يذكر الامام او السيدة الزهرة يقول عليه السلام، لابد ده الزامي عليه، ما قدرش يفر منها البخاري. بس البخاري يموت من الضحك في حاجة، بيروي الحديث لا تصلوا علي الصلاة البتراء. قالوا وما الصلاة البتراء؟ قال أن تصلوا علي وتتركوا أهل بيتي. اللهم صل على محمد. عارف البخاري بعد كده يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت النكتة دي؟ مش حاجة تموت بالضحك. لا إله إلا الله. نعم نعم يا سيدي. شيخنا الجليل، سؤال نعم. من الأخ المحمدي، نعم، يقول ما هي النظرة المتوازنة التي ينبغي للمسلم أن ينظر بها إلى الصحابة؟ النظرة المتوازنة، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. نشوف رسول الله صلى الله عليه وآله قال علي مع الحق والحق مع علي لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، وقال اللهم أدر الحق معه حيث دار، وقال يا عمار إذا رأيت الناس قد سلكوا واديا وسلك علي واديا فاترك الناس واتبع عليا. فأنت يا حبيبي انظر من كان بعد رسول الله مع الإمام، اللي معاه على العين والرأس من فوق، واللي مش معاه في الزبالة، في الزبالة لا رده الله. خلاص، انسان اختار لنفسه فراق الحق وذهب الى الضلال والبهتان والكفر، خلاص الله يرده. خلاص الرسول حاكم في القضية، حكم فيها رسول الله، مش محتاجة كتر كلام ولا كتر نزاع، الرسول فصل فيها وانتهى الامر. الحق مع مين يا رسول الله؟ قال مع علي. امشي ورا مين يا رسول الله؟ قال امشي ورا علي. خلاص انت الله، هو فيه بعد كده اللي مشي وراه مؤمن على الحق، اللي خالفه كافر على الضلال، خلاص وانتهت القضية. نعم. سؤال من الاخ النجف، يقول ما هو ردكم على من يقول ان كل القرآن هو دليل على عدم وجود الولاية التكوينية؟ يا ستار يا رب، ازاي يا اخي؟ انا حافظ القرآن من زمان قوي بس مش شفت الموضوع ده. ازاي يعني عيسى وموسى وابراهيم ونوح مفيش ولاية تكوينية خالص؟
خالص. دي بدها ليلة، وليلة إن شاء الله من بعد الإفطار إلى طلوع الفجر.